خلينا نروح معاكم دلوقتي لدراسة حديثة اتنشرت في مجلة لانسات، اللي قالت انه يمكن السيطرة على الربو الحاد باستخدام العلاجات البيولوجية بدون إضافة جرعات عالية من الكورتيزون، واللي طبعا ممكن يكون ليها آثار جانبية كبيرة. مش بس كده، الحقيقة الدراسة كمان قالت ان المرضى اللي بيستخدموا العلاج البيولوجي يمكنهم كمان تقليل جرعة الكورتيزون المستنشقة بأمان. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الدراسة معانا عبر سكايب من العاصمة الروسية موسكو دكتور محمود الأفندي، أستاذ الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية. دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الورد سيد الكريم. يا أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نفهم أكتر عن هذه الدراسة، وهل بالفعل يمكن استخدام العلاجات البيولوجية لعلاج الربو؟ طبعا في امكان استخدامات، يعني روسيا من 10 سنوات وحتى الان تحاول استخدام العلاجات البيولوجيه ضد الامراض الرئويه المزمنه، وهي مرض الاصبع والربو بالذات، لتضعيف من اثار استخدام الهرمونات الصناعيه اللي هو الكورتيزون. يعني هو عباره عن اجسام مضاده، ما يسمى متعدد القنوات، تحاكي الهيموغلوبين في الدم وتنبه الجسم على امراض مزمنه رئويه يمكن ان تساعد في المستقبل على انتاج المناعه ضد هذه الامراض، او ما يسمى معالجه، يعني تشجيع الجسم على انتاج خلايا وانزيمات ضد مرض الربو بالذات، و يعني تخفيف من الغشاء المخاطي اللي بيفرزه الجسم يلي بياكل القصبات الرئويه او الشعيبات الرئويه. ولكن المشكله تكمن انه هذا الدواء ليس دواء كامل، هو دواء مساعد، يعني هو للتخفيف من استخدام الكورتيزون. هو الكورتيزون هو هرمون صناعي يستخدم لمحاكاة ما يسمى الهرمونات، هرمون الأدريالين في الجسم لمحاكاته، ولكن الكورتيزون نعلم الصناعي له أثار جانبية كتير كبيرة أو ضارة، وخصوصا أنه بيؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لزيادة مرض السكري، لهشاشة العظام، يعني استخدامه عن طريق الفم يمكن يؤدي الى امراض فطريه في الفم، وعن طريق الابر بيؤدي الى ورم عند الورم والام شديده عند مكان الابره. ولكن استخدام هذا النوع من ما يسمى العلاج البيولوجي او الاجسام المضاده هو يخفف من استخدام الكورتيزون، يعني حتى الان التجارب تجي كما يلي، يعني التجربه تاتي انه يعطى للمريض كورتيزون ويعطى ايضا هذا العلاج البيولوجي الجديد او الاجسام المضاده للتخفيف، يعني كان ياخذ بالجرعه مثلا 5 جرعات في اليوم، ياخذ 3 جرع او جرعتين في اليوم، فبيخفف الاثار الجانبيه. ولكن يعني حتى الان نحن امام مشكله انه يمكن يكون في اثار جانبيه للعلاج البيولوجي، يعني العلاج البيولوجي هو علاج خطير جدا لانه هو يستخدم اجسام مضاده، والاجسام المضاده تعتبر هي بنسميها مجنونه، يمكن يؤدي في المستقبل الى ما يسمى امراض جديده لتنقص المناعه بجسم الانسان. لذلك هو بحاجه الى دراسات لسنوات طويله وليس الان. كما قلت لكم بدايه اللقاء، هو دواء مساعد حتى الان وليس دواء كامل لمعالجه الربو. يعني هو بالفعل يا فندم مش مجرد دراسه نشرت في مجله لانسات، هو بالفعل بيستخدم الان كعلاج مساعد، علاج مساعد فقط، ولا لسه كمان طور الدراسه؟ طبعا هو كعلاج مساعد وليس علاج كامل، علاج مساعد كما قلت لك في بدايه اللقاء، علاج مساعد، يعني عشان بس نخفف من كميه الكورتيزون يلي عم نعطيها للعلاج ضد الامراض، يعني بنعرف اللي هو بس للتخفيف ليس اكثر. المشكله تكمن انه عندنا 350 مليون شخص مريض في الامراض المزمنه، هي اللي احنا بنعرفها، ولكن في عندنا اشخاص كثير موجودين حتى الان مريضين في الربو كامراض مزمنه لا نعرفها حتى الان. وبالاضافه انه حتى سبب المرض الربو اكثريته بياتي في الوراثه. يعني كمان معالجه الجينات الوراثيه هي معالجه مهمه، دراسه مستقبليه حتى يمكن ان نخفف في نقل هذه المرض عن طريق الوراثه. هذا امر مهم جدا. العلاج بالجينات الوراثيه امر مهم جدا، ولكن كما قلت بحاجه الى سنوات وسنوات طويله للدراسات طبعا. وليس لهذا الجيل، انا اعتقد للجيل القادم. يعني إذا لم تتطرق الدراسة الحالية للأعراض الجانبية لاستخدام العلاج البيولوجي. طبعا دراسة الأعراض الجانبية للعلاج البيولوجي بحاجة إلى وقت طويل جدا، بالإضافة لجيل أو جيلين، يعني دائما نعرف أنه العلاج بالمواد البيولوجية يمكن يؤثر كما قلت لك في المستقبل على خلل في مناعة الأجسام، يعني لما أنا بستخدم أجسام مضادة لها قنوات متعددة لعلاج بيولوجي في المستقبل
او عن طريق حتى الجيل اللي بعده. يعني لما بعطي انا مثلا انسان او مريض او مريضه علاج بيولوجي، يمكن ان تنقص مناعته وتنقل هذا المرض الى جيل قادم. يعني المشكله تكمن الان، هو بحاجه الى دراسه لعده اجيال، كما دراسه اللقاحات نفس الشيء، بحاجه الى عدد اجيال للامان. لذلك عنصر الامان اهم مهم جدا بالنسبه للاعراض الجانبيه للعلاجات البيولوجيه. لذلك كما قلت هو بحاجه الى دراسات دقيقه، والاضافه لعدم اعطائه بكميات كبيره. لذلك كما قلت هو دواء مساعد اول شيء، وليس دواء كامل، ولكن يمكن ان يتطور لدواء كامل في حال اثبت عدم وجود اعراض جانبيه لعده اجيال. يعني على سبيل المثال يقطع تجارب على نساء حوامل وتجري تجارب على المولود الجديد، هل هذا العلاج البيولوجي دخل في الدي ان اي والام ار ان اي ادى الى خلل مناعي، ادى الى خلل في الشقه الوراثيه؟ هذا كله بحاجه الى دراسات دقيقه جدا. طيب دكتور، يعني لو هنتكلم عن الوضع الحالي ومرضى الربو بشكل عام، هل هناك اي ادويه او هناك اي طريقه حتى للتقليل من الاثار الجانبيه للكورتيزون؟ زي ما حضرتك ذكرت هي الاثار الجانبيه كثيره جدا. يعني حتى الان ليس هناك اي دواء، يعني اعلم انه في عده ادويه بيولوجيه مثل الدواء الجديد اللي سيبوات، هناك ايضا اجسام مضاده اخرى تستخدم في عده دول من العالم للتخفيف من الاثار، ولكن يعني حتى الان نرى انه استخدام الكورتيزون هو استخدام يعني اساسي في علاج الربو، يعني بس نخفف استخدامه. لكن ان نقول ان لدينا الان جرعات لعلاجات بيولوجيه يمكن ان تخفف من علاج الكورتيزون او استخدام الكورتيزون كعلاج اساسي للربو، حتى الان هذه الادويه غير موجوده. ولكن نعلم جيدا ان للأسف الشديد هذا المرض لديه فقط هذا العلاج، لذلك تطور علاجات أخرى، تطور ما يسمى تجارب أخرى بيولوجية. يعني حتى على سبيل المثال المشكلة بحاجة إلى وقت، يعني سيدي الكريم نعلم جيدا لما كان ظهور المضادات الحيوية ظهرت في بداية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، يعني تم، ولكن الدراسات عن حوالي 60 أو 70 سنة و 800 سنة للأنتيبيوتيك أو استخدام المواد البيولوجية للأدوية. الآن نفس الشيء، نحن بحاجة إلى 50 أو 100 عام لإنتاج هذه الأدوية، ولكن نعود ونقول الدواء الأساسي لأمراض الربو للأسف الشديد هو دواء واحد، هو الكورتيزون. نحن كنا فرحنا دكتور، ليس يستخدم، لا يستخدم فقط ضد التهاب القصبات الرئوية الربو، يستخدم ضد الأمراض الهضمية مفهوم، لكن اعراضه الجانبيه يستخدم فيها الكورتيزون. احنا كنا فرحنا وكنا اتبسطنا بهذه الدراسه وقلنا خلاص هنقلل استخدام الكورتيزون تدريجيا لحين خلاص بقى ما نستخدموش خالص، لانه احنا عارفين وزي ما حضرتك ذكرت اعراضه الجانبيه خطيره جدا وبتؤثر بشكل كبير جدا على صحه الانسان. لكن بحسب كلام حضرتك احنا لسه قدامنا شويه، يعني مش هنقدر نستغنى عن الكورتيزون دلوقتي. طبعا لا، اكيد لا، مش هنضطر نستخدم الكورتيزون، لانه بحاجه كما قلت الاعراض الجانبيه الامراض البيولوجيه اخطر من الهرمونات الصناعية، أخطر بكثير، لأنه ينتقل عن طريق الأجيال. استخدام الجينات الوراثية للعلاجات هذا أمر جدا يعني خطير جدا، بحاجة إلى تدقيق وتدقيق كثير. ولكن أنا أقول المقالة اللي ظهرت البارحة في مجلة لانسيت، أنا في رأيي الخاص ليس لعبارة إلا عن بيار إعلامي ليس أكثر، لأنه هذه التجارب من عام 2011 تجري التجارب في كل دول العالم على هذا النوع من أنواع البيولوجية، ولكن ظهور هذا المقال في هذه المجله ان يعني خففت، انا في رايي هو نوع بيار اعلامي ليس اكثر. انا اعلم هناك ادويه كثيره في كل دول العالم تدرس الان، في روسيا، الولايات المتحده الامريكيه، في دول كثيره مثل اوروبا تدرس هذه العلاجات، ولكن ان نقول هذه المقاله هي افجرت او دواء جديد، لا، هي انا برايي ليس فقط اكثر ببيار اعلامي، ولكن هذه الأدوية تدرس وتدرس وبحاجة لوقت كثير كما قلت لك. شكرا جزيلا فندم للتوضيح دكتور محمود الأفندي أستاذ الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية.